الفرح يا فاطين يا غالي، جات لك عروسة قطر من بيت أصيل عالي، زغروطة وسمعت غاية يا حبايب انشرح ليها بال. أنا قلت عبالكم زي فاطين وقطري وعقبالي. اتنيلي بقى على ليلتك يا قطر. بقولك ايه، ما توترنيش اكتر ما انا متوتر. مجوش ليه لغايه دلوقتي؟ هما مين اللي مجوش يا فاطر؟ اسكتي يا قطر بقى، ابوس ايدك اسكتي. طب بوس، حسسني كده ان احنا كتبنا كتب الكتاب واتجوزنا بقى. اسكتي بقى. طب مش هتلبسني الشبكة؟ شبكة ايه يا امو شبكة؟ شبكة ايه؟ ما خلاص فلوس الشبكة سلقت ومنت خدوها. اسكتي بقى يا قطر اسكتي. خد يا عريس لبس الشبكة على راستك. ايه دي يا حماتي؟ ايه يا سيد العرسان؟ الذهب بتاعي لبسه لعروستك علشان ما نتفضحش. انا لا اقبل. تقبل لا تقبلش هتلبسها الشبكه، ولا اخد البت وامشي. طب والدخله يا حماتي والفرح؟ ايه ادخل يا اخويا على نفسك ولا على روحك؟ خلاص يا فاطين ابني اسمع الكلام عشان الليله تعدي. ماشي يا عم عزوز عشان خاطرك انت بس. هات يا اختي صباعك. القوة تجهز وتستنى مني اشارة الهجوم. ما ترد يا فاطين، انت بتعمل ايه دلوقتي يعني؟ يما تعالي. ايوه يا ابني في ايه؟ في اللي شهر هتعمله ده يما؟ شكلها هتفضحنا كده يا ابني. يا مزيكاتي سمعني احلى سلام لعروسة النيلة. مع انها ما سمعتش الكلام وبوظت شكل العيلة. بتقولي ايه يا ام طويلة؟ ليلتك مش معدية. ايوه يا حمدي، وصلت العربيه تشيري.
اتأكدت انه عنتر؟ يعني زي ما توقعت. ما تعملش اي حاجة غير لما اقولك. مع السلامة. الو يا صفوت باشا، التليفون نور والله، سنين ما اتصلتش. طلباتك يا عنتر. الشحنه تخرج من المينا يا صفوت، وبعد كده اقول لك اللي انا عاوزه. ماشي يا عنتر، بس شيري بنتي تبقى عندي هنا وحالا. طول عمرك شاطر يا صفوت. عنتر، بنتي خارج اللعب. بنتك في الحفظ والصون، بتتخدم خدمه خمس نجوم، محدش يقدر يمسها طول ما انت عاقل وهادي وبتسمع الكلام. من الاخر، عايز ايه يا عنتر؟ هتعرف لما تجيلي بكره الريستوران بتاعي، اقول لك على كل حاجه انا عاوزها. انا عارف انت مش هتنام من دلوقتي لحد بكره عشان شيري، بس صدقني انا بعمل كده عشان ما تتهورش وتعمل حاجه ترجع تندم عليها. مستنيك يا صفوت باشا. سلام. يا مانا عروستنا دي محبة وشغرة، تجيله لما نروح بيتنا من حب لحيدة يا فضيل. انت يا مانا عروستنا دي محبة وشغرة، تجيله لما نروح بيتنا من حب. سامعوس سامعوس، سلام كبير قوي للرئيس درغام اللي وصل من دلوقتي. ورجالته الرجاله اللي شرفتونا دلوقتي، انا كنت هزعل قوي لو ما جيتوش. سلام كبير قوي. يعني الرئيس درغام كبير البلطجيه والحراميه اللي على حق، الحراميه اللي بيسرقونا نهارا نهارا، اللي شرفونا دلوقتي حالا اهو هشرفونا. سلام كبير. شرفونا شرفونا. السلام ده ما ينفعنيش، عايز سلام كبير قوي لرئيس درغام ورجالته. والله يا عبد الكريم. فهمت ان درغام وصل هو ورجالته كلهم. اجهز انت واديني اشاره الهجوم اول ما الجو يبقى تمام عندك. يلا القوه كلها تجهز حوالين الصوان وتستنى مني اشاره الهجوم. منور يا ريس درغام، والله منورين يا رجاله. يما يما. ايوه يا فاطين يا ابني، هات بقى الشربات. ها وادريلك في حته. الدرى ليه يا ابني؟ في ايه؟ افهمك بعدين يما، هات الشربات بقى. حاضر حاضر يا ابني. حتى شربات العرايس ما تقهوش. في ايه ياما؟ يظهر العيال سهوني وشربوا الشربات. العيال سهوني وشربوا الشربات؟ ياما اتصرفي اتصرفي في اي حاجه، في جاز في بلا ازرق. المهم دلوقتي لازم اشرب قطر بسرعه. حاضر حاضر يا ابني. وادي يا بسكليتة تعالى. اموريني يا ست غاليه. غاليه اتصرف لي في كوبايتين شربات بسرعه. يوه ما قلتيش ليه من بدري يا ام فاطين؟ اخر جردل دلقته في بق المعلم درغام. يا دي النيله، امال ايه اللي في ايدك ده؟ دي قهوه مظبوط للمعلم درغام عشان يحبس. ينيله المعلم درغام ده.
روح فطين. نعم ياما. القهوة دي تنفع؟ تنفع ياما أي حاجة، المهم دلوقتي لازم أشرب قطر قبل ما يمشوا. هاتي ده إيه الغلب ده يا ربي؟ اشربي قطر يا حبيبتي. إيه ده يا فطين، هتشربني قهوة؟ اللي موجود يا قطر بقى، ها ما تتنحيش، اشربي اشربي. أنا بشربها أهو، بشربها أهو يا ناس، بشربها يا ناس. سالي نفسك يا درغام، انت ورجالتك محدش حرك مكانه. الله اكبر. عزوز. نعم. مين؟ انا فطين. بقول لك يا عم عزوز، هو ايه اللي حصل؟ والله ما انا عارف يا فطين يا ابني، كل اللي انا فاكره ان انت كنت تقول الله اكبر، وبعد كده انا ما ادريتش بحاجه. وانا يا عم عزوز اخر حاجه شفتها، اخيرا اللهم اجعله خير، كده كرسي طاير حاير في الهواء، وبعدها ما ادريتش بحاجه. واحنا فين والكراسي دي كلها يا عم عزوز؟ ومش النهارده كان فرحك باين؟ ايه ده فرح؟ انا على مين؟ نعم اخويا، على مين؟ على قطر بنتي. صح، قطر ادم البقلاوه. فرح؟ امال فين امي؟ امي فين؟ وفين المعازيم؟ مش كان في معازيم هنا يا عم عزوز؟ بسم الله ما شاء الله، كان الفرح معازيمه كتير قوي. يا شهر واحد فين؟ ايه ده؟ شهر اختفت. الحمد لله الحمد لله. الف مبروك يا عم عزوز. الله يبارك فيك. بقول لك يا عم عزوز، لو ما فيهاش يعني سايت ادب مني، ما شفتش رجلي؟ رجلك؟ لا الصراحه ما شفتهاش، بس تقريبا حاسس بيها. طب انت متاكد؟ اصل انا مش حاسس بيها خالص. لا هو انا مش متاكد انها رجلك. لا لا لا، بس هي رجل، هي رجل طبعا معزوز. الاقيش بق ميه معاك لحسن ري ناشف؟ لا والله بق ميه لا، لان انا نسيت الزمزميه في الشغل. معاك حق يا معلم درغام، تزعل حقك. ازاي البوليس يقتحم الفرح كده علشان يقبض على كبير قطاعين الطرق، الرئيس درغام اللي اشهر من النار على العالم؟ مش كده يا عم عزوز؟ مظبوط يا فطين. يعني انت ما كنتش متفق مع البوليس وعامل لنا كمين يا سيمتر الا ربع انت؟ لو سمحت يا جحش، انا ما بتكلمش معاك دلوقتي، انا بتكلم مع الرئيس درغام. ما تولعش بقى، كفايه اللي انا فيه. مظبوط يا فطين. رد على الراجل بتاعي، يعني انت ما كنتش تعرف ولا موالس مع الضابط الجديد؟ انا اعمل كده يا معلم درغام؟ انا اتامر عليكم؟ دي مش من اخلاقي ابدا. وبعدين يعني انتوا حراميه كمل يعني، وشركم مغرق الجزيره كلها. انا ما اعملش كده ابدا ابدا. لو عم عزوز يعمل كده اصدقك. مظبوط يا فطين. اهو ماشي يا عم المتر، هصدقك واكدب مخي. انت هتصدقهم يا معلم درغام المتر وربع دوت؟ ما تتنيل وتسكت بقى يا جحش، انت الراجل مصدقني. لا وبعدين حط في بقك حزمه برسيم واسكت. اسكت بقى. مظبوط يا فطين، برسيم كويس عشانك. يا ريت بقى يا معلم درغام تسلمني امي وعروستي وتخلينا نمشي، ويا دار ما دخلك شمس. مش قبل ما تنفذ الاتفاق اللي كان بيننا. اتفاق يا معلم درغام؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ الراجل بتاعي يطلع براءه في جلسه النهارده، حصل ما حصلش اقرا فتح على حريمه. دي برضو اصول يا معلم درغام؟ دي اصول؟ هي دي الرجوله؟ مش مفشفشين، مش هنصد ولا نرد. انا بهوش بس يا عم عزوز، ما تقلقش. من غير تهويش وكلام ماسخ، الراجل يطلع براءة اهلا وسهلا. ما حصلش يبقى الكلام خلص كده يا معلم درغام كده. طيب شوف بقى دي، عايزين نطمن على حريمنا بقى لو سمحت. ايوه عايزين نطمن على حريمنا. يعني لو هو فين؟ من عناية. هات قدامك يا سيدي المعلمين. امي حبيبي. امي حبيبتي. دراعي يا موغاه. انا بقول لك اهو وبحذرك يا درغام.
درغام، امي لا، وانا بقول لك اهو بحذرك يا درغام، بنتي لا. يعني انا اللي وقعت من قعر القفة؟ عزوز طلعني عزوز. ما تتحدي بقى يا وليا. على السلامة يا رجالة، وما تنساش يا بيت الراجل يطلع براءه. ماشي يا درغام، بتمسكنا من ايدينا اللي بتوجعنا؟ ماشي. يلا بينا عم عزوز. يلا بينا عم فطين. يلا بنروح. سبتونا ايه؟ روح. روح يا ابني. بس الموقف مؤثر قوي. الجزيرة هنا بزي القاهرة لحد الظبط. بس يا فندم درغام وامثاله خطر على الامن العام. في كل مكان موجود اللي زي درغام. وبعدين مفيش حد من اهل الجزيره اشتكى. ليه بتعمل كده؟ يا فندم الناس خايفه. سياده الوزير كلمني النهارده بنفسه حضره الضابط بعد اللي وصل له من اللي انت عملته في المستشفى. اللي استقبلت المصابين من رجالتك. يا فندم انا عملت اللي عليا. بس الامكانيات اللي معايا اديك قلتها، مفيش امكانيات. لما الوزاره توفر لك الامكانيات اللازمه ابقى اعمل اللي انت عايزه. لكن دلوقتي نهود ونعدي. عايزين نعيش اليومين اللي فاضلين لنا دول على خير، ما تفتحش علينا عيون الوزاره. وبعدين الجزيره طول عمرها مسالمه ونسبه الاستقرار الامني 100%. يا فندم نضال، انا وافقت على اندبابك من القاهره لجزيره الورد هنا عشان تستجم بعد اللي حصل، مش عشان تدور على المشاكل. انا هتجاوز المره دي عن اللي حصل ومش عايزه يكرر تاني. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. قضيه 43 المتهم فيها عباس الحمار. موجود يا فندم. انت عارفين اسمي؟ الدفاع. فطين علي حسين الجرح يا فندم حاضر عن الحمار. ايه ده يا استاذ فطين، انت متبهدل كده ليه يا خناق؟ لا يا فندم دي جوازه. عقبال عندك يا فندم، كانت ليله دخلتي امبارح. اللي حصل فيك ده كله من ليله واحده؟ ده احنا جبال قوي. لو عايز تاجل يا استاذ فطين ناجلك. لا والنبي يا ريس، ابوس ايدك، ده فيها ارواح ممكن تضيع. اتفضل بقى سمعني دفاعك. يا رب سامحني. المحضر يا فندم بيقول ان عباس الحمار ضرب نار على كمين الشرطه على الطريق السريع، وتم القبض عليه بعدها بيومين يا فندم في محطه القطر، وكان معاه فرد روسي، والشهود اقروا ان الحمار هو اللي ضرب النار على كمين الشرطه، وان الفرد الروسي اللي وجد معاه اثناء القبض عليه يا فندم هو السلاح المستخدم. مظبوط؟ مظبوط. تقرير الطبيب الشرعي والبحث الجنائي يا فندم اقر رسميا ان الرصاص اللي انضرب على الكمين بتاع الشرطه ده من بندقيه بلجيكيه الصنع وبتشيل 40 طلقه. وده يا فندم طبعا بيتنافى تماما مع المحضر وشهاده الشهود. طلباتك يا استاذ فطين. يا رب سامحني. انا بقى طالب يا فندم مش قادر. عشان خاطر امك ومراتك سيبك من مراتك. يا استاذ فطين ما تيجي تكمل مرافعتك. بقوا طالب وكل اسف واسى وحسره ببراءه المتهم يا فندم مع تغريمه لحمل سلاح دون رخصه. وشكرا يا فندم. النيابه ليها تعقيب؟ لا يا فندم. رفعت الجلسه للاستراحه الحكم اخر الجلسه. تعال يا فطين يا ابن منش. خلاص بقى ما تعملش في نفسك كده. اهو كده الكلام ولا بلاش يا متر. ينصر دينك يا استاذ فطين. سكة الحمار ده عم عسوس لحسن ثلاثة بالله العظيم ارتكب جريمة وموته. حاضر. يس. يا صباح الخير والفل والياسمين. اهلا 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 يا ميشو. شو بقى يا سيدي، انا اصلي متعود اغير ريقي على الشاي بالحليب والبقسماط من سنين طويله. امسك بقى انت الاخر عشان تغير ريقك ويبقى عيش وملح. شكرا والتوفيق. الله يخليك. سامع؟ سامع العصفور بيزقزق ازاي؟ بينادي على وليفه. يا سبحان الله. لكن قول لي انت ازاي عرفت ان انا بصلي الفجر في المسجد ده؟ ليه اسال ما يتوفش يا عم توفيق؟
وانت كمان حبايبك كتير. الحمد لله يا ابني، هو الواحد ايه غير سيره في الدنيا دي؟ انا الدنيا تعبتنا يا عم توفيق. ما هو اللي بيفكر في الدنيا بيتعب يا ميشو يا ابني. غصب عني دماغي بتجيب وتودي. طالما الواحد هيشوف فيها الذل، كنا بنعيش فيها ليه من اصله؟ لا لا لا، ما تقولش كده يا ميشو. الدنيا زي ما فيها الوحش فيها كمان الحلو، بس انت مش شايفه. الظاهر بقى يا عم توفيق ان العيب فيا، لان من يوم ما جيت الدنيا دي وانا مش شايف فيها غير الوحش. وايه بقى الوحش اللي انت شفته؟ لما تبقى وسط اهلك وناس بتحبك، ومره واحده تلاقي الدنيا بتغدر بيك وتبقى لوحدك وغريب فيها. كلنا اغراب في الدنيا دي يا ميشو يا ابني. لما يموت لك اعز صاحب ليك كلت عيش وملح معاه وبرضه ما تعرفش ليه، هادر ومكتوب. لما تشوف ناس بتاكل اللقمه متغمسه بالتراب، وناس تانية التراب بتاعها ذهب بتدوس عليه برجليها. ليه في ناس مكتوب عليها تعيش في الذل، وناس تعيش تمد ايديها علشان تتباس؟ حكمه، في حكمه لكده، وما يعرفهاش غير ربنا سبحانه وتعالى. ولا هتعمل لي زي الغريب اللي ضاقت عليه دنيته وراح للشيخ الطيب؟ الشيخ الطيب وعمل ايه يا عم توفيق؟ الشيخ الطيب قال له تعالى عيش معايا، هتاكل وتشرب وتنام على فرشة طرية، بس مش عايزك تسأل أي حاجة. قال له حاضر حاضر يا شيخنا، ما دام هعيش مرتاح هسأل ليه. المهم الغريب شاف واحد واقف تحت شجرة وعمال يقطف منها وياكل ويقطف وياكل، مش مخلي لا ناي ولا مستوي ولا صغير ولا كبير. الغريب قرب منه وقال له يا عم الله، مادام بتاكل من المستوي ما تصبر بقى لما الصغير يكبر. معاه حق يا عم توفيق. تاني يوم الغريب لقى ناس كتير واقفين حوالين بير ميه، وراجل جنب البير عمال يملى ويدي للناس، بيوزع عليهم، يدي ده كوبايه، يدي ده ابريق، يدي ده طشت. الغريب راح له وقال له يا عم ما تدي الناس كلها زي بعضها مادام بتوزع. برضو يا عم توفيق معاه حق. تالت يوم بقى الغريب لقى ناس واقفين على شط نهر وبيشدوا في مركبة في نص النهر بالحبال، وعلى الناحية التانية ناس برضو زيهم بيشدوا في نفس المركبة بالحبال، لا دول عايزين يسيبوا ولا دول عايزين يسيبوا. الغريب قرب منهم وقال يا جماعة حد فيكم يسيب المركب تروح للبر التاني وتنقل الناس اللي هناك، وبعد ما يجوا هنا وينزلوا يركبوا الناس اللي هنا ويروحوا على البر التاني. كلامه صح برضه عم توفيق. الشيخ الطيب بقى قال للغريب حتى لو عشت مستريح ما قدرتش تبطل أسئلة، وأنا بقى قبل ما حسيبك هجاوبك على اللي أنت كنت بتسأل عليه. وقال له الراجل اللي كان واقف تحت الشجرة ده عمال ياكل في الناي والمستوي ومش مخلي لا صغير ولا كبير، ده ملك الموت. ما هو الموت ما بيفرقش بين حد يا ميشو. طب والراجل اللي كان بيوزع مية عند البير؟ ده ملك الأرزاق يا ميشو، بيوزع الأرزاق على الناس زي ربنا ما أمره بالظبط، يدي ده قليل يدي ده كتير، فما تبصش بقى للي رزقه أكتر منك، لأن الرزق مش ماله بس، النفس رزق، الصحة رزق، الولاد رزق، وكله بالعدل. ايوه، ما هو ربك سبحانه وتعالى اسمه العدل. طب والمركب اللي الناس بيشدوها من البر ده والناس بيشدوها من البر التاني؟ دي الدنيا يا ميشو، الدنيا وكل الناس بتجري وراها وبيشدوا فيها، وكل واحد عايز ياخدها لنفسه، بس لا يمكن، الدنيا عمرها ما تروح لحد. يا جدو جدو. ها؟ صباح الخير يا جدو. صباح الخير يا حبيبي جدو. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا حبيبي. سلمي يا حبيبي، سلمي. ايه ده، مش انت ميشو؟ اه يا حبيبتي انا ميشو. جدو كان بيسال عليك، هو انت كنت طاير في السما بجد؟ طب لما تيجي تطير تاني ابقى خدني معاك، علشان خاطري، علشان خاطري، علشان نفسي اسلم على بابي وامي، اصلهم وحشوني قوي. ماشي؟ حاضر حاضر يا حبيبتي، حاضر حاضر. تعالي بقى يا حبيبة جدو، تعالي أجهزك الفطار وشنطة المدرسة عبال عم ميشو ما يشرب الشاي. يلا يلا حبيبي. Thank you.
ايوه يا دكتور، انا دنيا. اسمع انا متعبانه قوي يا دكتور. طب وسيدي ابو الغريب جيت في ميعاد الحقنه. طيب بس اعمل ايه؟ الضغط واطي قوي. حاضر يا دكتور، حاضر 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 اهو. بقول لك ايه، من فضلك ممكن تساعديني وتجيبي لي السرنجه من الشنطه بسرعه؟ حاضر بسرعه. هو بس هو اللي ساكن في قلبي. يا تركي مش هتلاقيني بقى كده وترسيني احنا رايحين على فين؟ بصراحه عادي يا بيش، انا حبيتك ودخلت قلبي وطلعت معايا واد رجوله، فانا كمان هعمل معاك مصلحه اصلا. وانت برضو ابو الرجوله يا تركي، بس برضو لغيني عشان افوق معاك وابقى معاك صح. بص يا سيدي، دلوقتي انا واخدك ورايحين على الراجل التقيل قوي اللي انا بشتغل معاه. صحيح هو راجل اعمال تقيل لكن نتد ودخيل قوي في موضوع الفلوس ده، بس قلبي حاسس ان انا وانت لو اشتغلنا مع الراجل ده هنبقى دويت وما حصلش. يا مسهل، والراجل ده بقى لا مؤاخذه يعني بيشتغل فين؟ في كله، ابيض شغال، بني شغال، اخضر كيمياء، تقدر تقول كده انه صاحب مول مجمع لاصحاب المزاج العالي والكيف. وماله، بس اشتري الاول واشوف ميته. محكمة! محكمة! ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده يا كريم؟ معلش في سيادتك، عقبال اولادك كان دخلته امبارح يعني وتعبان. الجواز شاق. الجواز شاق. والمطلوب مني بقى ان انا اروح انقطه وبتاع. امشي روح صحيح. ما تشكوش ده خبط. استاذ فاطين اصحى، احنا في محكمه. احترم نفسك يا درغام الكلب، كله الامر. شهري ماشي. انت كمان بتحلم؟ اصحى يا استاذ، احنا في محكمة. يا استاذ فاطين الماضي بينده عليك، اصحى. انا اسف يا فندم، انا اصل انا ما نمتش من ليلة امبارح. روح صح اللي جنبك ده بعد اسم القلب. ايه قلة الاحترام دي؟ نايم في المحكمة؟ عم عزوز اصحى عم عزوز، انت صوت شخيرك جايب لاخر الشارع، اصحى. اقول لك يا درغام الكلب، انت كل اللي بنتي. شهر ماشي. شهر مين يا عم عزوز؟ انا فاطين يا عم، اصحى بقى بدل ما نمتص شهر حبس. انا فاطين. ايه اللي جابك البيت عندنا؟ ايه ده؟ مين الناس دي؟ الحمد لله يا فندم، صحينا. بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد سماع شهاده الشهود، قررت المحكمه براءة المتهم عباس سيد الجعر الشهير بالحمار وتغريمه 5000 جنيه لحمل سلاح بدون ترخيص ومصادرة السلاح. رفعت الجلسة. نحيا الحج. القانون اللي المفروض يخدم العدل هو نفسه بثغراته اللي يخدم